بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع مربح جديد على قناة رضا حاتم. لأول مرة تشوفنا، قناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك اي استفسار عن مشروع النهاردة. مشروع النهاردة يا جماعة للشباب وللسيدات، من المنزل بماكينة واحدة برأس مال متوسط. المنتج اللي معانا اللي احنا نبدأ نصنعه ان شاء الله هو منتج مطلوب جدا في السوق، بالذات الايام اللي احنا عايشين فيها ايام كورونا. ربنا يعافينا واياكم من كورونا. المنتج اللي معانا النهارده يا جماعه تقدر تسوقه في المطاعم والفنادق ومصانع الحلويات وكمان السوبر ماركت، وبيستخدم فعلا في المنازل. المنتج اللي معانا النهارده ايه يا جماعه؟ اول ماكينه بتصنع ايه؟ طبعا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن ماكينه الاكواب الورقيه، وهتلاقي الفيديو موجود فيه علامه الاي فوق. النهارده نتكلم عن ماكينة تصنيع الاطباق الورقية. طبعا المشروع ده سهل جدا واي حد ممكن يشتغل فيه. انا شايف ان المشروع سهل وبدون خبرة، يعني اي حد ممكن يبدأ يشتغل فيه. هنشرح لك الاول طريقة العمل، وبعد كده اشرح لك الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تبدأ تشتغل في المشروع ده، واقول لك على اماكن بيع الماكينات والمواد الخام واسعار الماكينات. اول حاجة عشان ابدأ اشتغل في المشروع ده بتشوف طريقة العمل. طريقة العمل بتبقى عبارة عن ماكينة. الماكينة دي بتبقى عبارة عن مكبس بيبقى فيه اسطمبة. المكبس ده اول مكبس اللي هو بتحط الورق المكوى زي ما انتم شايفين في الفيديو. بعد كده بتنزل المكبس بينزل يقطع الورق المكوى ده على شكل دواير، وبعد كده بتغير الاسطمبة اللي موجودة في المكبس وبتركب اسطمبة تانية اسمها اسطمبة كبس، بتكبس الورق اللي انت قطعته ده على شكل طبق. الحكاية سهلة جدا واي حد ممكن يشتغل فيها. طبعا الاسطمبات اللي هي اللي بتاعت الماكينة دي بتقدر تغيرها وبتقدر تصنعها. طبعا في اطباق صغيرة، في اطباق كبيرة، في اطباق مربعة، حسب الحجم اللي انت بتحتاجه بتبدأ تصنع الاسطمبة. الماكينة بيبقى موجود معاها اسطمبات مختلفة في المقاسات، ممكن انت برضو تجيب تبدأ تصنع الاسطمبات زي ما هنتكلم النهاردة في الفيديو. اول حاجة عشان ابدأ اشتغل في المشروع ده بتشوف المساحة اللي انت هتحتاجها، والمساحة اللي احنا محتاجينها بتبدأ من 30 متر. اي اوضة في المنزل او غرفة في المنزل مساحتها 30 او 25 متر تقدر تشتغل فيها وتبدأ تنتج الانتاج اللي انا هتكلم عليه النهاردة ده. بعد كده بتشوف الكهرباء الماكينة دي تجيبها منين واحجامها ايه ومواصفاتها ايه. الماكينة طبعا يا جماعة وزنها بيتراوح في حدود 200 كيلو، الكهرباء بتاعتها 220 فولت. الانتاج بتاعها حسب الماكينة اللي انت هتجيبها، يعني في ماكينة انتاجها 1440 طبق في الساعة، وفي ماكينة 1800 طبق في الساعة. فكل ماكينة بيبقى ليها انتاج ويبقى ليها انتاج واحجام مختلفة عن الماكينة التانية، وطبعا بيختلف في السعر في الموقع اللي انا هديهولك ان شاء الله. الماكينة دي تقدر تجيبها منين؟ في قدامك طريقتين. الطريقة الاولانية اللي انت ممكن تدخل على موقع علي بابا اللي موجود في الوصف، هتلاقي الماكينة فيه سعرها 720 دولار اي ما يعادل 12000 جنيه مصري. طبعا بعيد عن تكاليف الشحن وتكاليف الجمارك حسب كل بلد. ده بالنسبة للطريقة الاولانية اللي انت ممكن تدخل على موقع علي بابا وتجيب الماكينة وسعرها في موقع علي بابا 720 دولار. الطريقة التانية اللي انت ممكن تشوف اي مخاطة جنبك او في المدينة اللي انت فيها، وبتروح المخاطة بتوري له الفيديو او صورة للماكينة وهو بيبدأ يصنع لك الماكينة. اي مخاطة ما شاء الله بتقدر تصنع الماكينة. انا شايف ان الماكينة سهلة واي خراط يقدر يصنعها ما شاء الله، وكمان الخراط يقدر يصنع لك الاسطمبات المطلوبة او الاسطمبات اللي انت هتحتاجها في المشروع ده. فقدامك طريقتين عشان تجيب الماكينة. الطريقة الاولانية اللي انت ممكن تجيبها من على موقع علي بابا، الطريقة التانية اللي انت ممكن تشوف اي مخاطة وتبدأ تنفذ لك الماكينة دي او تبدأ تصمم لك الماكينة دي، مع العلم ان سعر المخاطة بيبقى اقل من سعر الموقع، يعني التكاليف بتبقى بسيطة عن التكاليف بتاعت الموقع. بعد كده بتشوف المواد الخام، والمواد الخام اللي هو الورق المكوى. والورق المكوى ده في برضه قدامك طريقتين، يا اما تروح لاي مصنع كرتون او مصنع ورق وبتبدا تجيب منه الاوراق دي، يا اما بتروح في المكان اللي قدامكم على الشاشه اللي هو شارع اللي هو باب الشعريه، شارع دسوقي وشارع ضرب مصطفى. المكان ده موجود فيه هناك تجار بيبيعوا الورق ده،
والورق ده في منه الوان، في سيلفر، في الوان كتير جدا، بتشوف اللون اللي انت هيناسبك. وكمان في ناس بتطلب منك اللي انت تطبع على الورق، يعني بتطبع على الاطباق، يعني مثلا لو في مطعم لسه فاتح جديد وبيعمل دعايه لنفسه فبيقول لك انا عايز الاطباق اللي انت تجيبها لي مطبوعه عليها، فبتبدا حضرتك بتودي الاطباق دي، بتودي الورق ده قبل ما تقطعه بتوديه لاي مطبعه، بيبدا يطبع لك عليه الاعلان او اسم المطعم على الورق، وبعد كده انت بتقطعه وبتكبسه. فالحكايه سهله جدا واي حد ممكن يشتغل فيها ما شاء الله. طب بالنسبه لتسويق المشروع، تسويق المشروع احنا قلنا اول حاجه المطاعم، المطاعم بيستخدم فيها الاطباق ديت في الحلويات، هي معظمها بتستخدم في الحلويات الاطباق اللي هي الورقيه ديت. بعد كده الفنادق، الفنادق بتستخدمها برضو بطريقه كبيره جدا. وعندك مصانع الحلويات، مصانع الحلويات بتغلفها بتحط فيها الحلويات وتغلفها وبتبدا توزعها على المحلات. يعني انت لو رحت تشوف اي محل دلوقتي تجيب منه اي حلويات هتلاقي الاطباق اللي موجوده فيها الحلويات اطباق ورقيه، يعني بتستخدم بكثره. برضو ممكن توزع على مستشفيات اللي هي المستشفيات الخاصه او المستشفيات العامه، وبرضه ممكن توزع على السوبر ماركت بحيث اللي هم الناس المستهلك يستخدمها في المنازل. ونصيحة أخيرة قبل ما تشتغل في المشروع ده يا جماعة، اسأل وابحث قبل ما تشتغل. دايما بقول المعلومة دي والنصيحة في كل فيديو ليا، اسأل وابحث قبل ما تشتغل، اسأل عن المشروع، هل فعلا المشروع فعلا ناجح ولا لا، هل فعلا المشروع شغال ولا لا، هتعرف تسوق له ولا لا. وكمان ابحث على جوجل وعلى اليوتيوب، ومفيش حاجة اسمها مشروع فاشل، مشروع ناجح او فاشل ده حسب الادارة وحسب سوق التسويق، فده بيعتمد عليك انت. بعد كده المشروع لقيته ماشي معاك والدنيا ماشية معاك خلاص بتبدأ تشتغل فيه، مش هتعرف تسوق له فبتبعد عنه من اولها، بتبعد عنه وبتاخدها من اصلها وخلاص. ده كان فيديو النهاردة ومشروع النهاردة، حبيت ان انا افيدكم بكل المعلومات اللي انا قدرت اتوصل لها. اشوفكم في فيديو تاني، مشروع مربح جديد على قناة رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.